هي موضوع المؤتمر. هاي اللجنة والحمد لله وبجهودهم وإبداعهم وإصرارهم استطاعوا أنه يخطوا اليوم للوصول لهذا المؤتمر. المشكلة عندنا لا في النقابة ولا في لجهة الترخيص، المشكلة بآلية التنفيذ ومتابعتها. يعني هذا المؤتمر هو مخرج لعدة ورشات عمل تم تنفيذها بضمن مشروع مهمتكم اللي تم دعمه من دايكونيا ونيد. هدفنا الرئيسي اليوم انه نحط القانون الفلسطيني على بداية الطريق التنفيذي، وبدينا بهذا المؤتمر. احنا واللجنة التحضيرية للمؤتمر من ذوي الإعاقة في موضوع الموائمة، لانه بدون موائمة ما بنقدر نوصل لأي خدمة، فبالتالي الموائمة هي أساس أي خدمة لازم تقدم لذوي الإعاقة. ما بنقدر نوصل للمستشفى، للمركز الصحي، للمدرسة، للعيادة، للعمل، لكل هاي التفاصيل بدون ما يكون عندنا موائمة. فهدفنا اليوم نخرج بآليات واضحة لتنفيذ الموائمة في الضفة الغربية. السنة كان عندنا فكرة أنه نقوي أكثر في مجال الشباب ذوي الإعاقة، لأنه عادة بيكونوا مهمشين أكثر، فكان في عندنا تفكير لأنه أهدافهم تختلف، احتياجاتهم تختلف، فبدلشنا بتدريبات مع مؤسسة الرؤية لتقوية مواطنتهم وحقوقهم، يعني يعرفوا أكثر عن حقوقهم وحسب الاتفاقيات الدولية وحسب القانون. وبعدين انتخبوا من ضمنهم لجنة لتنظيم حدث، وهذا الحدث هو عبارة عن المؤتمر اللي عم نشوفه اليوم. احنا إذا فكرة المؤتمر هذا، احنا كنا ناخذ دورة عادية زي ما زي أي أطفال ذوي إعاقة، وكان من هذه الدورة إنه في عندنا مشاكل وهموم، لازم المشاكل والهموم هذه تترجم على أرض الواقع. ومن هنا انطلقنا، كنا شمال وسط جنوب، وانطلقنا بهذه الفكرة إنه لازم إنه نوصل صوتنا للمسؤول، ولازم إنه نكون جزء لا يتجزء من المجتمع. وبذلك كنا طلعنا بمؤتمر اسمه وأنا جزء، نتحدث عن الموائمة بشكل عام، لأنه أول خطوة بتواجه أطفال ذوي الإعاقة أو أول مشكلة هي الموائمة، سواء بالتوظيف، سواء بالصحة، بالعمل، وين ما كان بدأ أوقف في أول مشكلة هتواجهك اللي هي الموائمة. Yes, we are part of this society.